100%. احنا على الهواء ويا هلا فيك استاذ فؤاد الهاشم الكاتب والاعلامي المعروف. يعني كل ما قلنا فؤاد الهاشم هناك في جدل يثار واسئله كثيره، في ناس تحبه في ناس ما تحبه، ما ادري ليش. اهلا وسهلا فيك استاذ. يا هلا بيك، الله يسلمك. كل عام وانت بخير. وانت بخير. شلونك مع اهل رمضان؟ الحمد لله والله تمام، يعني ليالي الجميله تنقضي سريعا، ونبارك كل من شهده، ونتمنى طول العمر لكل الناس حتى يشهدوه في شهر جديد ان شاء الله. في ناس يحبونه عشان كذا يعزمونا يتفطر في البحرين مثلا. رحت تفطرت في البحرين ورديت؟ اي تفطرت في البحرين، وكاني يعني انتقلت من هذا من غرفه الجلوس الى الصاله، يعني نفس الأجواء، المسافه، نفس الاجواء ونفس يعني موجوده، ما في فرق ابدا على الاطلاق، يعني سواء بالطقوس ولا بالزيارات دواوين، ورحت دواوين نفس الشيء. يعني خبرة، تحب المطبخ وايد للحين ولا لا؟ والله الان يعني انا سطحي مستشار، يعني اشير على من يريد ان يعمل يطبخ يعني. اخترعت اول امس كذي، يعني جاتني فكره اخترع كنافه بالرمان. كنافه بالرمان؟ اي، ما كلها كويتي تعودوا، او عموما بالجبنه والقشطه. نعم، سويناها الان بالرمان، والشيره هي دبس رمان زين مع اللوز والجوز. الله، شكله شنو لذيذ. تاكلينها وبعدين تدخلين في نوبه بكاء من الفرح. وين النقصه؟ لا عاد هذه يبيلها شغل، نبي مقادير بعد شويه. ناخذ المقادير ان شاء الله. دائما نشوف الانسان اللي يعني يكون عنده حراره في الكتابات وفي كذي، فعنده حياه مختلفه نوعا ما بينه وبين نفسه، يريح شويه عقله. فانت تريح عقلك في هالوجبات وفي هالاستشارات. شو اللي خليك انك انت ابتعدت الحين؟ شو اللي خلاك تبتعد عن المطبخ؟ هل انت اتخذت قرار انه خلاص؟ اي لا خلاص، يعني اول شيء لازم الان راعي النواحي الصحيه، الاكل الصحي. يعني الان ضعفت شويه صح؟ اي ما عادت المساله زي زمان ايام الشباب لما الواحد يطب داخل الجدر. أيه سواء في البيت او في البر او في كشتار. الان الاكل صحي قدر الامكان، اورجانيك، فيجيتيريان اكثر شيء، لانه اللحوم ولحوم الدجاج والاسماك يعني اصبحت الان، شفت الجون الكويت اشكره، يعني هيئه البيئه تقول لك الجون ملوث. انا كنت اروح زمان قبل 10 سنين عبر الحدود الخفجي اشتري سمك، شوي البحر هناك شوية على الأقل مفتوح، يعني أقرب إلى الانفتاح، مفتوح مو مغلق زي الكويت. الآن السعوديين فطنوا ومنعوا، لأنه الكويتيين قاموا يروحون يشتري 100 كيلو. فالساعة 12 الظهر يروح المواطن اللي ساكن بالخفجي سعودي يدور سمك، ماكو، خذوا الكويتيين ودشوا فيه. فأصبح في تقنين منع يعني إنه يطلع. أي. فما تقدرون تشترون. وسمكنا هني يعني شوفين الميدة صارت كبر النقرور، هذا كله ترى هذا من الكيميكال. يعني مو شيء طبيعي، هذا مو شيء طبيعي. يعني ما تشجعنا ناكل شو اسمه من نفس من الجول الكويت؟ الاسماك الان تلوثت تماما، يعني انا افضل انه نلجا الى المجمد او المستورد، اخف ضرر بكثير. يعني ذاك اليوم انا شفت تقرير الجول الكويت مسويه عن شوف السمك، وطلع احد البياعين كان يقول انا اكل سمك كل يوم، شوفوا ما فيني شيء. هي مساله مو الان وقتيه، بعد 10 سنين السموم لما ترسب بالجسم تطلع. شوفي اعداد مرضى الكانسر قبل 20 سنه وشوفيهم الان ايش كثر. نعم نعم، في ازدياد. مركز حسين مكي تحول، قام يحطون الاسره بالممرات من كثر ما زادت انواعها، اكثرت. وهذا كله زائد دخلت الكويت 3 حروب او احيطت فيها 3 حروب، حرب عراقيه ايرانيه، حرب تحرير الكويت، وحرب تحرير العراق. هذه 3 حروب في خلال 20 سنه. شوفي نوعيه الاسلحه المخيفه التي استخدمت. نعم. احد اطباء الولاده يقول لي انه 90% من نساء الحوامل يلدن اطفال فيهم تشوهات في القلب. وطبعا ما في جهه تتابع. نوابنا الافاضل اما مشغولين بتصفيه حسابات، نعم، اما لمكاسب ومليارات وفلوس، واما لصراع شخصي
حول مكاسب. كتاباتك ما تأثر، ما تطق على الوتر الحساس في هالمواضيع؟ والله طقينا 35 سنة واحنا نطق، وبعدين كل اللي كتبناه من 35 سنة قاعد يتحقق الآن حرفا بحرف وسطرا بسطر، لكن بعد يعني زي ما تقول بعد خراب مالطة. كل ما حذرنا من التيارات الدينية وحذرنا من تدمير العقول، يعني أول أمس أحد النواب طالب بإغلاق كلية الشريعة الآن 2015. نعم. أنا بالواحد 80 طالب بإغلاقها، واحد 80 بعد فتحها بشهرين. قلت يا جماعة هذه راح تكون، كنت حاسس في ذاك الوقت إن هذا خطر. حتى سألت أحد المسؤولين قلت له أنتم ليش ما تفتحون كلية صحافة؟ فشو اسمه هذا ضحك طالعني شو يقول لي مينون احنا ميانين احنا نفتح كلية ندرب فيها ناسي. إعلام ايه؟ إعلاميين عشان يهاجمونا عشان يمسقونا. نعمل كلية شريعة طلع مطاوعة يأذنون بالمساجد وجاب المسجد يأذن ملا وخطيب، هذول ما يضرون، هذول ما يضرون. شوف شوف الآن ايش صار، شنو سووا فينا. أنت مع إغلاق كلية الشريعة؟ هذا بالضبط المفتاح، أو تغيير العقول المدمرة. ما انت شوف الطاقم التدريسي، الطاقم التعليمي اللي موجود على ولاية الشريعة هذه منهم. اي اذا كانوا هذول اللي هم مالوت النحر واللي يبي له 10 شيعة يمزمز عليهم واللي مش عارف ايش يروح يعبي لي شو اسمه اسلحة وقذائف. كم من الكراهية يعني بصراحة، ولا كم من الكراهية زائد. الليلة قبل لا يجي في 50 قتيل في جنوب الجزائر في اشتباكات بين من ومن، مالكية وأباضية. تخيلي عجزوا عن إيجاد شيء، يعني مثلا في مصر ما في شيعة وسنة، في أقباط ومسلمين، فدائما التركيز على أنه صراع بين قبطي ومسلم. الكويت شيعة وسنة، شيعة وسنة. الآن الجزائر ما لقوا شيعة وسنة، ليش يشوفوا فيها مالكية وأباضية؟ طيب الأباضية موجودين بعمان، موجودين في اليمن، اذا الان معناته راح يلجؤون الى الفسيفساء الدينيه القديمه اللي عشان يمزقونها المجتمعات فيها. من هذيل هم؟ عاد من هم؟ هؤلاء اللي يسمونهم الحكومه الخفيه التي يعني هذا تدير هذا العالم الفسيح التي لا يرى، اللي هي متمثله في شركات متعدده الجنسيات، المتمثلة في المال. المال بالدرجة الأولى هو الذي يحرك كل هؤلاء. لما صار الحدث هذا بالكويت شنو كان تعليقك؟ أنا حذرت منه وتوقعت هذا الشيء من أكثر من سنتين ثلاث، وقلت أنه لا لازم يصير فيها شيء، من المؤكد حيصير شيء، بس كانت مسألة وقت، ما كانش عندي معلومة عن التوقيت بالضبط، إنما يقع. طبعا في بعض السذج يقول لك الشيعة هم المستهدفين، لا الكويت مستهدفة. بدليل انه في مسجد اسمه الامام الصادق موجود في ايران مثلا، موجود اكيد موجود يعني. وفي مسجد موجود في قطر الامام الصادق، وفي مساجد شيعة في عمان، وفي مساجد شيعة في كل المنطقة، لكن يأتي على الكويت. إذا الهدف ليس شيعة الكويت بقدر ما هو البلد، الموقع الجغرافي نفسه يعني. وطبعا طباخين السم ما يضربونه، هم يبعثون لنا السموم، إنما ما تلسعهم النيران اللي قاعد يدزونها علينا بالمنجنيقة أسميها. الهدف هذا هو إشعال المجتمع، زائد الحراك أفشل. يعني القيادة الحكيمة بسمو الأمير أفشلت مؤامرة الحراك. الحراك كان وجملته مشهورة، قال الكويت راحت إلا شيء. أهي إلا شيء دي هي اللي يعني زي ما نكون إحنا غرقة سحبنا الأمير تلنا كذي، هذه اللي هي إلا شيء، ما بقى شيء يعني والبلد تضيع. فكانت الحراك هي السيناريو الأول، فشل، انسجن من انسجن واعتذر من اعتذر وشرد من شرد وانهزم من انهزم، فاذا لجأوا الى سيناريو بي او الخطه بي الثانيه الطائفيه. نعم. مسجد اضربه شنو؟ ولا هل هذا فهد القباع السعودي
يعرف أحد من المصلين اللي داخل؟ لا طبعا. يطالبه فلوس ومرمرة ما عطاه؟ يعرف الناس اللي قاعد يصلون؟ دش وأخذ الجانب الأيمن لأنه ما قدر يوصل للصفوف الأولى، يعني لأن الناس كانوا في وضع سجود، ويمكن وضع السجود رحمة من الله أنه هم أنقذ أرواح أكثر، لأنه نعم. كل المسامير اللي كانت محطوطة بالحزام الناسف جات فوق رؤوسهم، فلولا وضع السجود، لو كان وضع الوقوف كان القتل أكثر وكان ضحايا أكثر يعني. نعم سبحان الله، الله رحمه. فالمسألة مو مسألة فهد، هذا الآن كل يوم تطلع لنا صفحة أربع نسوان كويتيات واحدة بدون، للأسف الشديد للأسف يأكلون ويشربون من خير الكويت. مشكلة العقل الأسود، هذا الاسفنج والغسيل هذول، هذا اللي يسوونه في سواء كلية الشريعة أو سواء في كلية كلية أخرى بالجامعة أو سواء يعني زمان على أيامنا الجامعة كانت تنوير، كانوا أساتذتنا. أي ثانوية كنت؟ ها؟ أي ثانوية لشويخ ولا وين كنت؟ لا شو اسمه هذا الجامعة، دراسة جامعية عموما كانت إيه؟ كانت كانوا الأساتذة منارات، منارات صحيح، يعني يتقفون يعلمون يعلمون نعم. الآن أنا أشوف الدكاترة يسممون الحين البعض منهم، إي يعني يسممون. أنا أشوف بعض الدكاترة الآن ملامحهم مثل اللي أشوف صورهم بالمحافظة معلقين، اللي هم مطلوبين ولا اللي ينشرونهم الصحف حاطين عليهم مجرمين، يعني ملامحهم اشكال اجرام هذول. الملامح لها علاقه استاذ فؤاد؟ والله شوفي الملامح، انا طالب كنت في الحقوق ودرسنا علم الاجرام للعالم الايطالي لامبروزو، كان يقول انه في ملامح مخصصه للمجرم، جبهته عريضه، وجهه طويل، يعني يعني حتى المجرم بخلاف سلوكه له ملامح محدده، ف ملامحهم لا تدل على انهم، وبعدين الايام اثبتت انهم باطروحاتهم وبافكارهم، انا ما اتصور انه استاذ جامعه به كل هذا الغل والكراهيه لفئه من ابناء شعبه، به كل هذا الاجرام الداخلي بغض النظر ابناء شعبه عن نفس بشريه، روح بشريه، يعني مع شديد الأسف انتبهنا متأخرا. شنو تتوقع بعد الحادث هذا؟ ما راح يوقف السيناريو، مستمرين، وهذا اللي شهدته الكويت هذه بداية مو نهاية، و يعني انت شفتي الآن الشبكة هذه ما طلعت فيها، طلعت هذه قلت لك أربع حريم طلعوا الآن، أربع أخوان صادوا ثلاثة بالسعودية وبعد واحد بالطائف اليوم بعد فيه، ولسه والتنظيم هذا مو تنظيم فردي، هذا مستحيل يكون تنظيم فردي، هذا وراء دولة، وراء جهاز استخبارات 100%، الترتيب والتنسيق وتجهيز الحزام الناسف وربط كل هالأشخاص بصلة اتصال، هذا مو شغل أمتشر اللي هم الهواة يعني، أو شباب مسجد متحمس يكرهون طائفة من المجتمع، لا لا، هذا الشغل الترتيب، دولة، جهاز استخبارات محدد، منظم العملية، موزع الأدوار، موزع الأموال، يعني هذين قابضين تهجى ولا فعلا غسيل مخ شوفي الصغار جدا 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 غسيل مخ اللي يروح ينتحر يلبس حزام ناسف، شو اسمه هذا شو يسوي بالفلوس؟ هذا مو شارينا الفلوس، لانه رايح ميت ما راح يستفيد من الفلوس، مغسول دماغ تماما، و بدليل انه يعني لو عندنا اجهزه اعلاميه مثلا تلفزيون حكومي، يعني خلينا نتكلم عن الحكومه، عندما يقوم هؤلاء الارهابيين الكبار بغسيل ادمغه هؤلاء، مش مطلوب انه عندنا جهاز اعلامي يعيد غسل او يعيد تنظيف هذه الادمغه المقصولة. ولا يتركها ولا يتركها مهمه لقبه سائغه حق هؤلاء الكبار، اكيد مال اللي هم يخططون، وهذول هم اللي يستفيدون ماليا، نعم، وارصدتهم يعني انا عجزت وانا اتبع ارصده فيهم
واموال تقبض. ولما وصلتها المسؤولين قلت لهم يا جماعه انتم تساعدوني، ترى انا صاحبي فرد يعني امكانياتي محدوده، مهما صار عندي اتصالات اصدقاء مسؤولين مني، انتم دوله هي الكويت، اقول لهم تبعوا مصادرهم، اعملوا لينك على البنوك. لا ليش لا؟ هذا السؤال انا وجهه لك امام ليش، ليش لا؟ يا مسؤولين يعني، يعني صح منبع خطا، فليش ما اتبعه يعني؟ وما اتبع الحين قاعد يتبعون؟ قبل ثلاث سنين انا دعيت التلفزيون، كان عندي برنامج اذا تذكرين وقفوه، قلنا يا جماعه مطار الكويت شوفوا اللي يروحون ذول يعني شو اسمه هذا سهله. جايبين لي ذاك اليوم احد النواب جاب لي ملف قال لي هذا في واحد مصري عليه تشيك بدون رصيد ومزوره مع نائب سابق من الحراك، وطلع لي وقال لي هذه ورقه اللي هي مالت كمبيوتر شيت مالت المطار مغادره ودخولها المصري كذا مره. فوجهت النداء لوزير الداخليه قلت الحين هذا مصري راي تشيك ما تشيك هذا مو مهم، اشوفكم طلعتوا اللينك وين يغادر وين يجي، وهالارهابيين اللي قاعد يسافرون يروحون بعقولهم وبشوتهم، وهالاموال اللي قاعد تدخل بحساباتهم، زين تبعهم زين زين سربوا، اعطونا المعلومات احنا نسربها، اعطوني احنا نسرب وكانكم ما تدرون انتم، خلينا نضحي قدام الناس. هاي النتيجه الان راحوا 28 قتيل بلحظه ضربه، حتى صدام حسين ما قتل 28 كويتي بلحظه واحده. والجرحى وطبعا غير الجرحى وغير اللي يسافرون المانيا الخمسه اللي هي جروحهم بليغه جدا برقبه من؟ ومن يعوض على اهاليهم؟ طريقتنا انه والله لا ان شاء الله الله يهديهم، ما يهديهم، وصلنا للدم، دم بلد غرقت بدم الحين. هذا هذا 28 هذا يعني هذه الحين اوردفر مقبلات هذه، اذا لم نعي ونكشف كل هؤلاء بارصدتهم باتصالاتهم بتوجهاتهم وكل شيء عند وكل شيء عند الدوله، لانه كدوله عندها القدره والقوه على ان تتتبع وتمسك وتخنقهم خنق. الا اذا الا اذا شنو؟ الا اذا كان هناك ضغط خارجي اقوى من الدوله نفسها وتمنع انه لا هذول ضوء احمر، لان مخطط التغيير خرائط المنطقه ماشي. تتوقع هذا صح اللي قاعد يمشي هالخريطه اللي حاطينها؟ على هذول شنو؟ هذول صار لهم 9 أشهر طيران 50 دوله يقصف فيهم وهم ما عندهم طيران، داعش، وللحين ماشيين ويحتلون يقتلون العالم. الكويت جيش عراقي مليون جندي وقوه دفاع جوي، الطيران الامريكي 30 يوم ضرب فيه وخلصه وهو جيش. يعني اذا بيسوي يقدر، اذا بيسوون يقدرون. اذا المساله هو ليش حددوا له 3 سنوات لانهاء داعش؟ 3 سنوات تكون الامور ترسقت والحدود الجديده ثبتت والاراضي وكل من مسك قاعه، وكل طائفه السنه قضبوا لهم قاع، الشيعه قضبوا لهم قاع، الاكراد قضبوا قاع. يعني حضرتك استاذ فؤاد تشوف ان اللي قاعد ينتشر بالواتساب من خرائط لدوله اسرائيل وهذه خرائط لها واقع على ارض الواقع؟ اكيد يعني هل يعني كل هالدماء اللي قاعده تسيل لماذا؟ واللخبطه في الشمال وفي الجنوب وفي الجنوب والدنيا وهالنحر وهالاشرطه الفيديو وهالتصوير السينمائي، انت اعلاميه وتلفزيونيه وتعرفين طريقه هالتصوير والاعدامات لا يمكن ان تتم عن طريق شباب مراهق متحمس لتطبيق الشريعه الاسلاميه وما يعرف الا الشيخ فلان والشيخ فلنتان. من اللي من هذني لهم التكنولوجيا الاعلاميه وهالتصوير اللي من فوق الكاميرات اللي تتحرك وهالمعدمين اللي تحت جيت شو اسمه هذا مخدر. انا سالت يعني اهتميت بحكايه انه الواحد لما ينحر يرافس يداحر هذول اللي قاعد ينحرونهم تسوي كذي شنو هذا؟ سالت اطباء قلت يا جماعه علمونا، فقال لي احد اطباء الاسنان قال لي هذا مخدر نستخدمه احنا اطباء اسنان خصوصا مع الاطفال اللي يخافون، طبعا عموما حتى الكبار يخافون من الاسنان، فنستخدم نوع من المخدر
يخليك ما تحسين بالجو المحيط ولا بالأجهزة ولا بشيء. فهذه اللي تعطى لهؤلاء اللي بيذبحونهم نعم. طيب هذول منين بيجيبون؟ هذا اي صيدليه يروحون لها بروشيتا يصرفون لهم. زائد العراق محاط بخمس ست دول كلها تحاربه، منين تدخل هالبروشيتات الجديده موديل 2015 بروشيتات؟ خمس دول تحاربه المحيطين، الكويت، السعوديه، وايران. طبعا ايران تقول انها قاعده تحارب داعش، الاردن. طيب مندش في جبهة دخل. مفتوحة، في جبهة فوق مفتوحة. أوكي، وتركيا تدعي أنهم في جبهة فوق. أي يعني إذن منين التسليح بعد الرصاص ما ينزرع؟ إذن أكيد في ذخيرة مستمرة توصل، منين تدخل؟ وبعدين ذخيرة للحين صامدة أمام قصف طيران تحالف، شنو يعني الطيران هذا شو قاعد يقصف؟ اللي نفهمه من كلامك أستاذ فؤاد يعني هذه قوة واحنا مستضعفين مثلا؟ احنا مجرد حطب دامه او حطب شطرنج متحرك يحركونا، وللاسف الشديد لازلنا ننتظر زي دورنا في الذبح. احنا كل اللي قاعد نسويه الان احنا قاعدين ننتظر دورنا في الذبح، على بالنا انه هذا بعيد ما يصير عندنا. لا هو جاي، كل ماكو شيء بعيد يعني، على حدودنا وعلى مر عيوننا يعني، ولا هناك يعني حدودنا ليس بها تضاريس جغرافية مثلا جبال تمنع صعوبة وصولها. كلامك يخوف أستاذ فؤاد، بس هو واقع مسطحة. يعني مفروض نخاف عشان نأمن، عشان نعمل لكي نأمن على أنفسنا. إذا لجأنا إلى أنه لا ما كل العافية، هذه مو حل. هذه يعني حتى الحديث عقلها وتوكل، لازم نسوي، لازم نستعد، لا يجب ان نتفاجأ. خلينا نشوف شنو هو الاستعداد. راح ناخذ فاصل صغير ونرجع الى هذا الحوار بصراحه اللي فيه الكثير من الواقعيه رغم مرارته. فاصل ونعود حق جمعتنا لليوم ما شاء الله الاستاذ فؤاده عن 10 او اكثر بعد. 15 مقاتله بحرينيه. اي جيوش المنطقه. احنا على الهواء. احنا على الهواء والحكي بصراحه حتى في اثناء الفاصل يا ليت كنتوا تسمعون الحكي. شنو يعني الوضع وايد صعب اللي قاعد نتكلم عنه. خلينا نسولف شويه عن الادوار. يعني انا اللي قاعد اشوفه ذاك اليوم كانوا حاطين الوطن العربي كله كخريطه، الوطن العربي كل الوطن قاعد يبكي، الخريطه فيها دموع. صحيح. فهل فعلا كل الوطن العربي يعني خلينا نقول مصر فيها بعد اليوم نشوف الحرب انتقل الى سيناء ويحاولون ينظفون سيناء، فهل ممكن مصر تكون هي الأقوى في هالمرحلة؟ يعني الآن الجيش المصري الآن دخل في حرب استنزاف جديدة مع هؤلاء العناصر المشبوهة اللي الجيش الدفاع الإسرائيلي يبعد عنها 10 كيلومترات، لكنهم يقتلون جنديا مصريا صائما مسلما ولا يوجهون رصاصهم نحو جندي اسرائيلي اللي قاعد يضحك قاعد في برج المراقبه يطالعهم مدربين. اسرائيل قاعده كانها في جنه واحه، شوفي المحيطين حواليها، داعش ونصره وجيش حر وتكفيري وبن لادن وزرقاوي، وهي واحه امان. الاسرائيلي يروح على الشواطئ ويتفسح وعنده بورصه قويه وعملته قويه ودخله سنوي ما عنده مشكله، وبلد ليس فيها لا نفط ولا غاز ولا حديد ولا دنيا، وهو مع ذلك موجوده وسط بؤره هذه الدماء وكل اللي تناثر حواليها دم المسلمين دون ان يمسها شو اسمه هذا الطشه من هؤلاء الذين يدعون انهم من اهل الاسلام وانهم سيقاتلون اليهود. المسجد الاقصى هذا ليس من ادبيات هذه الجماعات بقدر ما هو مسجد للشيعة في القصيم او في مسجد شيعة في الكويت او مالكية واباضية زي ما قلت لك اليوم الصبح في الجزائر 50 قتيل. نعم. وكذلك ليبيا وفي سيناء، وما زالت في عقول رافضة هالكلام. يعني
ما زالت في عقول تسمع ولكنها حاطة سدادات. أنا استغرب منها يعني من هذا كم العقول المغيبة على تويتر. يعني أنا أقيس رأي العام هذا منين نقيسه؟ ما عندنا أدوات استطلاع يعني مثل الدول الغرب ما عندهم أدوات عندنا اللي هي استطلاع الرأي العام. تويتر تستطيعين أن تستشفي منه عقليتها بشر. عقلية صح. صديق أنا متفاجئ، أنا دخلت تويتر منذ حوالي سنتين أو أقل يعني سنة ونص، وقبل كان يعني كان في زملاء هم اللي فتحوا لي الحساب هم اللي يديرونه. نعم. اكتشفت انه 85% من الموجودين بهايم. بهايم شلون يعني حكمت عليهم كذي؟ 85% ادمغه ماكو، لا يدرون وين لقاطهم. عشاق للنصره، عشاق لداعش، عشاق ما فيش شيء اسمه يعني عقل. ما في عقل. ايه من هنا انا كنت قبل استغرب كيف يستطيع مشايخ التكفير هؤلاء الراسبوتينات انهم يغسلوا ادمغه الشباب، لكن لما قمت دشيت بتويتر وعم شفته ادمغه سهله جدا جاهزة. انا ممكن اغسل 10 ادمغه باسبوع، اجاب لهم عدل، احط في ادمغتهم اللي انا اريده. وليش احنا ما نشتغل كذي؟ الدولة أين أجهزة الدولة في تنوير أدمغة شبابها؟ هذاك اليوم وزير التربية عجبني تصريح طلع وصفقوا له الناس، قال مناهجنا تدميرية 24 ساعة. حصل له زفة عدلة كنا كان يرجع. شوف قوة نفوذ التيار الديني. لا ما فيها شيء غير كلامه؟ عدل 180 درجة. مناهجنا ما فيها شيء، مناهجنا انا اؤكد وزير التربيه انه تصريحك الاولي هو الصح وانت كان يجب ان تستمر عليه، لانك انت اليوم وزير بكره حتطلع وبكره بعد عمر طويل حتروح طبيخات وكلنا يمك حنياورك، ما يبقى الا عملنا وذكرى الناس علينا، علينا ان نؤدي عملنا بامانه. ليه؟ قول الصج. قول الصج. مناهج تدميريه يجب ان تنشف. ولاحظي انه في كتب وزارة التربية طول عمرها، تذكرين مصارعات النوام لما كان احمد الربع بيستلمها شو يصير في الاخوان المسلمين؟ اي احمد الربع تيهم مثل العزيزو. اي ينون. اي علماني. شنو علماني يعني؟ بفهم انا شنو علماني كتاب. احنا تعلمنا ايام مدراء علمانيين، انا كنت تلميذ ايام عبد الله الجابر لما كان وزير معارف، وخالد المسعود بفهيد ووزراء يعني افاضل وتركوا بصمه. اي انما بعدها كانوا يعني يتلهفون شوقا الى وزارتين دائما، التربيه والاعلام. اي عشان يسممون ابد يحولون البلد الى وكر افاعي. وهاي النتيجه عشان يطلع ولد سعودي عمره 22 سنه ماشي رايح لحتفه ما يسال نفسه وداش، ويا ريته داش على خماره قلت والله يعني مسلم. أيه. شاف الخمر، او داش على مرقص على بيوت سيئه السمعه رمضان وما كان صايم الاخ، وناس صايمه والظهر. أيه. ودشيت ولقيتهم ساجدين تفجر فيهم. ليش تفجر فيهم؟ اذا هذا شنو قوه اللي شحنه؟ غسيل. اي ماشي كنا ريموت كنترول، ما كنا بني ادم أبد. كأنه ريموت كنترول. ما في شيء يمنع ولا في احساس انه يقول حرام ولا ما في. حتى انا لما كنت في البحرين مستائين جدا من حكايه انه هو وصل البحرين قاعد ساعتين ونص. اي طيب رحلات كويت الرياض كل ساعتين في رحله، ايش معنى راح البحرين ترانزيت وكمل على الكويت؟ اي ليش؟ شنو تحليلك حق هالنقطه؟ يعني الان اغلب المتفجرات اللي تدخل عن طريق البحرين من الجسر تروح السعوديه، كأنه يبون يورطون البحرين أو يخلونها منفذ لكل يعني إدخالها في متاهة داخل المنطقة.
وجود ارهابي ينزل مطار البحرين. انا قلت حق زملائنا بالبحرين، قلت لهم يا جماعه كاميراتكم موجوده بقاعه الديوتي فري هذه، لازم تشوفونها. اكيد واحد دش عنده قاعد وياه كلمه. وطبعا اقاويل ما يسمون انفسهم بالمعارضه بالبحرين يقول لك لا هذا دش ودخل البحرين اخذ حزام ناشف ورد فيه المطار. طيب شلون صعد فيه الطياره؟ اكو حد يصعد بحزام ناشف؟ اي طبعا مو هذا اللي حصل. مستحيل يعني. اي طبعا اذا الميت فلس بالمخبه يرن الجرس. اي صحيح. فالهدف هو تشويه، خلط الاوراق. اي خلط اوراق بشكل تشويش على ابدا تشويش كامل. يعني حتى الذين عارضوا، وانا كنت واحد من الذين عارضوا بشار الاسد من قبل، من 15 سنه انا ضد بشار الاسد من يوم ما استلم، وضد ابوه كمان. انما ما رايته بعدين من كل هذا الدمار وكل هذه المؤامره لتمزيق سوريا وما حولها وجيرانها، بشار الاسد يطلع الملاك باجنحه مقارنه بكل هؤلاء. طيب اذا مساله خلط الاوراق كلها، محاوله جعل او كما يقولون بالمصري خلط عباس على دباس على تحليه الباس، جاءت مصر استنزافها، الان عاصفه الحزم السعوديه، الى متى هذا الاستنزاف؟ قوات كويتيه فيها، قوات سعوديه، قوات بحرينيه. هذا استنزاف للقوات؟ استنزاف طبعا. يبون يخلخلون ال يعني اصبحت وانا في يعني تساؤل عندي، يعني ايران معروف انها تدعم الحوثيين في اليمن، هذا شيء معروف، وتدعم حزب الله في لبنان، وتدعم حماس السنيه في غزه، وتدعم مش عارف مين، وتدعم ميليشيات في العراق. كل هذا وهي محاصره ومقاطعه. هذه لو مو محاصره ومقاطعه، ما نوع هذه، ما نوع هذا الحصار والمقاطعه؟ وتومانهم الخيشب 50 مليون تومان بدولار. شنو تحليلك يعني؟ شلون ما هذا قاعد اقول لك، وكيف يصل السلاح الى الحوثيين؟ من يسلحهم؟ الى متى مخزون السلاح الحوثي هذا ما خلص؟ ما لم يكن هناك تمويل. طيب ما دام هناك تمويل، نيدش من بلد محاصر زي ايران ومقاطع، يعني في اشياء كثيره اساسه يحجبون على الحديث فيها. او اللي افهمه يعني انا قاعد استشف من كلامك ان في قوه كبيره جدا بعيده عن هالمنطقه كلها، ايه هي اللي قاعده تسير المنطقه وهي قاعده تعطي اوامر والمنطقه قاعد ينفذون، واذا ما نفذوا يا ويلهم. هل ممكن يتحدون وما ينفذون هالمخطط هذا ويفشل المخطط؟ انا وجهت مره كتبت مقاله وجهتها فيها الى رساله الى ما تبقى من الزعماء العرب، ما تبقى. كما يا جماعه يعني انظروا الى ما حدث لزملائكم واوطان زملائكم. طيب يا اخي لا تخافون علينا، خافوا على ما تبقى لكم من سلطات في هذه البلدان. تحركوا يعني الان ما دام بينكم القوه، يعني حتى الديايه وهي بتنذبح ترافق شويه داحر، يعني هذا دعونا نعترض، دعونا نسحب سفرائنا من اي مكان، دعونا نطرد السفراء اللي شاكين فيهم، يعني نبدي شيء من المقاومه. انما ان نجلس كاننا يعني مجموعه خراف في مسرح، واحد ورا الثاني ماشي وفقط ننتظر ادوارنا. الان احنا في حاله هولد انتظار بس، ما في شيء يعني لا شيء يبشر انه عندنا مثلا عندنا سلاح قوي جدا سنستخدمه وقت الضيج. ما عندنا يعني زمان، يمكن هذه خلينا نرويها طرفه على الناس شوي نخف عليهم. ايام حصار بيروت، وهذه حادثه حقيقيه، حصار بيروت كان ابو عمار يقاتل، ومعروف 82 وكيف كان في بيروت الغربيه والدك الاسرائيلي. فرواها رئيس وزراء لبنان كان اسمه اعتقد شي الوزان، لبناني، رواها في كتابه. يقول كنت قاعد في الظلمه انا ويا عرفات
بيروت غارقة في الدم والظلام والخوف، وصوت القصف الإسرائيلي جو وبر وبحر. فيقول كان جاينا معانا رئيس وزراء لبنان الأسبق، هذا كان يبي الطربوش وشخصية ظريفة يعني تقيدين الصلح. فيقول سأل أبو عمار، قال يا أستاذ أبو عمار يا رفيق، عندي لك ثلاث أسئلة، إذا كان إجابتك بنعم إحنا وشعب لبنان كله راح نموت معك، بنقاتل الإسرائيليين لما نموت كلنا. قال له شنو؟ قال له أنت هلا عم بتقاتل على أرض لبنان، لبنان تدمر والإسرائيليين عم بيدكوا فينا، عم يدكوا فيك وفينا يعني لبنان هذا. أنت موعود بحل، في أحد فيه في أحد قوي في العالم دولة عظمى وعدتك بحل؟ قال لا. قال عندك شيء سلاح مخبى مخيف راح يخل بالتوازن العسكري مع إسرائيل؟ قال لا. قال أنت شايف حالك إنه أنت تقدر تصمد قدام الآلة العسكرية الإسرائيلية؟ قال لا. قال طيب دخيلك اطلع، إذا اخرج من لبنان، اتركنا ما دام ما عندك سلاح تحسن في الحرب، ولا أنت موعود بأنك محمي من جهة ما ينصرونك. نعم، إذا الإجابات الثلاث كانت لا، وكان أساسا وزان يقول لي إذا كان إجاباتك بنعم إحنا معك، فإحنا نفس الشيء قاعدين نواجه نفس الموقف. أنا أسأل ما تبقى من الحكام العرب، عندكم شيء سلاح خاشينا ما ندري عنه قوي مرعب سيهزم أعدائنا ويوقف مخططهم؟ إذا كانت الإجابة بنعم خلونا نسترخي نرتاح. نعم. إذا كان إجابة بلا مصيبة. طيب في أحد موعدنا موعدكم إنه إحنا راح نكون ما راح يحوشنا الطشان؟ في واحد دائما يقول أنا يعني في جهة كل إن أنتوا حلفائنا وأنتوا بس هذا الحكي ما كانوا قالوا حق شاه إيران أنت حليفنا، قالوا الحسين مبارك أنت حليفنا، قالوا السعودية أنتم أقدم حلف معانا، وبعدين أقدروا يعني. إذن الآن العالم يتغير ونحن لا نريد أن نتغير، حتى تشوفي أنه ممكن ملامح تغيير في ما تبقى لنا من بلدان عربية وشعب عربي، شوفي إذا كان لا زال هناك في وزارات إعلام لا زالت موجودة، معناته إعلام رسمي صامت خايف متردد، مناهج تعليم وزير يتراجع عن تصريح برباجي، هو عارف انه المناهج تدميرية، انا اقدر اقول اني ماني وزير ولا اني مسؤول ولا حد يستطيع ان يضغط علي، مناهج تدميرية ما لم نصلح من تقصد عقول. المناهج التربوية الاسلامية ولا التربية الاسلامية ولا كل المناهج يعني مو بالكيمياء والفيزياء، انا ما كانوا يتكلم عن الدين زمان بالستينات كانوا يعطونا مادة اسمها التربية الوطنية كانت تعطي حب الوطن شالوا المادة هذه خلوا هذا هذا هو حتى رفع العلم قاموا ما يبون نرفع العلم والعلم وصفوه بأنه هذا مجرد خرجة وأنه ممكن يحكمنا يقعد في قصر السيف شيخ باكستاني إمام مسجد باكستاني لا مسلم خليفة ما يقبلها، يقول لك ممكن يكون خليفة المسلمين يحكمني تركي، وكتبوها زمان بالثمانينات انا قاريها من مجلاتهم وادبياتهم انه احنا نبايع المسلم الماليزي اقرب الينا من نادية الكويتية اللي يارتنا المسلمة، اذا هذاك اقرب الينا من لانهم كانوا بيخططون حق هاللحظات هذه يعني هذا نعم. يعني بال94 صدام حسين أراد أن يفتح قناة مع بن لادن قبل لا يحشد علينا مرة ثانية على حدود أكتوبر 94 قرر أن يفتح قناة مع أسامة بن لادن قناة تلفزيونية لا يفتح قناة اتصال طريق أوكي اتصال تواصل نعم. معه لضرب أهداف أمريكية تمويل يعني زي ما كان يعمل مع أبو نضال نعم أبو نضال هذا يمكن عشان السادة المشاهدين هذا فلسطيني كان يرأس جبهة اسمها جبهة النضال
اسمها حركة فتح المجلس الثوري. أبو نضال كان كتب عندنا كتاب صحفي فرنسي سماه بندقية للإيجار، كان الكل يستأجره، مخابرات ليبية عشان تضرب فيها الجزائر، مخابرات عراقية تضرب فيها الكويت، حتى الكويتيين استخدموه في أواخر أيامه عشان شيء أعدم في العراق لما اكتشفوا العراقيين أن الكويتيين شروا، وقالوا أنه انتحر بثلاث رصاصات، انتحر ثلاث رصاصات؟ أيوه بثلاث رصاصات. صدام حسين 94 قرر أنه يتصل بأسامة بن لادن لما كان بالسودان قبل أن يخرج، قبل أن يسحب جوازه السعودي، السعودي قبل أن يسحب جوازه. ما تصوري من كان الوسيط بين صدام حسين وأسامة بن لادن في السودان؟ منو كان الوسيط؟ إخوانجي كويتي ورئيس جمعية الإخوان المسلمين أو حزب الإخوان السوري، كان مقيم بألمانيا. وطبعا هذول محظورة، جماعة محظورة من أيام 82، أيام مذبحة حماة وحماة. إخوانجي كويتي ليدر مع السوري كانوا يتحركون بطائرة عراقية 94، يعني صدام غدو، يعني لا زال عدو يعني، بين الخرطوم وبغداد لكي ينشئوا تحالف بين أسامة بن لادن وصدام حسين. وطبعا أسامة كان أنه أنا لا أرضى، هذا جوابه، أنه يقودني علماني بعثي، أنه الحركة الإسلامية والجهاد الإسلامي يقود بعثي علماني عسكري ويصبح مطية لهذا، فرفض. يعني كان بن لادن أشرف من الخنجر الكويتي، طلع تخيل يعني، تخيل الوضع. شفت؟ فإذا مناهج التعليم عندنا يجب أن يعني يكفي انتفاضة الوزير هذه تدلك إلى أي مدى أنه إيدهم قوية على رقبة الوزير. يعني إحنا مفتكرين أن الحين إيدهم مو قوية، هل ما زالوا؟ لا في الـ ناخذ استراحة أستاذ، ورح نرجع إلى هل فعلا التيار الديني اللي ماسك كل زمام الأمور السيئة اللي قاعد تحصل في البلد، هل ما زالوا هم الأقوى؟ راح يكون الرد عند الأستاذ بعد الاستراحة مع الحربي. بصراحة الأسئلة وايدة، ويعني هل في ظل كل اللي قاعد نقول التحالفات الحين ممكن نتحالف مع أحد علشان ننقذ روحنا؟ هل التحالف مع مثلا إيران، التحالف مع جهة أخرى في الغرب؟ والله شوفي، أنا الحلف الوحيد اللي طلبته أي؟ قبل 4 شهور كنت في العمرة وكنت في المدينة، طلبت من الله وزرت قبر النبي وقفت قدامه ورفعت راسي للسماء، طلبت من الله، قلت يا رب تقدر، وتقدر انت تبث الروح في هالجسد الطاهر الموجود هني، خليه يطلع شهر يلمها لامته اللي تمزقت تشتتت تفتتت، يعني اصبح دم المسلم على المسلم حرام، هذه نسوها. يعني انت قادر على ان تبث الروح في هذا الجسد يخرج الينا لمده شهر ويلف بلاد المسلمين، يوحدهم ويقضي على هذه الفتنة، يقضي على هؤلاء التكفيريين، يعيد مرة ثانية أمجاد أمة الإسلام في بدايتها؟ قادر. هذه اللي ممكن الواحد يقول مو حلم ترى. الله قادر أكيد مؤكد. فإذا لما تقولي لي عن أي تحالف كان، ليس هذا لن يكون بنفس قوة الدعاء إلى الله أن يجنب هذه المنطقة وأمتها الإسلامية عموما شر هذه الفتن. يعني أصبح إراقة الدم المسلم بيد مسلم هين إلى درجة أنه أعداء الإسلام الحقيقيين، وقالينها هم أنه يعني أحد حاخاماتهم يقول أنه لا توجد لذة في أنك أنت تقتل عدوك، اللذة انك تخلي عدوك يقتل نفسه، تلذذ اكثر انه هو قاعد يدمر نفسه. هم قاعد مستلذين قاعدين في اخر موجودين وعايشين حياتهم، وبلدهم هالكبر
واحنا هالاراضي مخلين هذول يذبحون في بعض ويحققون امانيهم ومتطلباتهم واحلامهم. لما قلت انا رحت المدينه كذي اتخذت خط ديني، يعني هل انت تدينت ولا يعني بس حبك لي يعني هذا واجب على كل مسلم فرض هذا. نعم. يعني ما له علاقه ان انا اروح وارجع واقول لك يا ناديه انت كافر، انت ليش دنج طالعه ملابسه قفاز؟ هل هذا هو الدين الحقيقي؟ وهل قاعد يسوونه؟ اي صح. وانا ذاك اليوم كتبت لي تغريده قلت فيها انه عندنا مشكله طريفه بين دعاه الكويت والسعوديه. الداعيه السعودي يبتدي حياته متدين، كفر الاكو والماكو، يوصل سن معينه بالاربعينات ويصير ليبرالي حلق لحيته وينسف ماضيه. الكويتي العكس، يقزر عمره يلكه ويسافر ويسوي السبعة وذمتها بأول حياته، وبعدين بس يوصل 40 رب اللحية وقال لك يا كافرة يا فاسقة يا متبرجة. يعني هناك يبتدون حياتهم بالتدين ثم يكف أو بالتدين ثم يصبحون العكس حليقي الذقون. هني العكس، يبتدون حياتهم بأخذهم بالشايط أو اللايطة، والمصيبة أنه يقررون أنه التوبة عندما يتوبون على المجتمع كله أن يتوب، يعني هو يحدد توبة المجتمع بتوبته، مدام تاب لازم كلهم يتوبون، لازم كلهم يتوبون لأنه ما يقدر يقاوم. أما أي ما أدري يعني. هم مو قادر يقاوم. هذا هو إيه. فبالتالي لما يروح مثلا يتأثر، يعني أنا أروح أدي رجالات، يعني أنا ضد تعبير رجالات الدين، علماء الدين، رجال الدين هذا موجود بالكهنوت المسيحي. علماء الدين الكويتيين القدامى، عبد الله النوري الله يرحمه، رحمة الله عليه، الشيخ الجسار وإلى آخره، عبد العزيز حمادة، عبد الرحمن الصميط، كلهم راحوا الحج والعمرة كم مرة؟ كثير. هل ردوا؟ ولبسوا الشاليش مقصمله وهاجموا ناديه قالوا لها يا متبرجه. والله على هالكلام انا اذكر الله يرحمه برحمته الواسعه رحمه الله عليه عبد الرحمن الصميط، لما التقيت فيه كنت بس قمه في الاخلاق والادب ويكلمني يكرهونه بكل ما يكرهونه كره العمى، كان انسان. الاسلاميين يكرهون صميط كما يكره ابليس سماع القران. ليش؟ اولا فضحهم، هو لا يطمح لأن يكون نائب البرلمان ولا يكون نواب البرلمان ولا يستخدم أمواله تبرعاته لدعم المرشحين في انتخابات ولا ولا ولا. وشوف شو إنجازاته بأفريقيا. نعم. لكن هم كل دينار يدفعونه الكويتيين اللي ما يدري وين الله قاطعهم يقول لك والله أنا قطها بظهر عالم وطعمنا سالم، أنا والله تبرعت وكيفه. نعم. يبقى قاعد يمول فيها حملة انتخابية حق انتخابات مجلس الأمة الجاي. نعم. حتى الان والله في هالكلام في التويتر قريت ذاك اليوم ارقام، حاطين ارقام وايده للتبرع، ان 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 حطوا فلوسكم وعن طريق البنك حولوها على ايوه يعني ما زالوا لا زالوا وفي ناس للحين تدفع وقاعدين نقول له يا جماعه الشعوب ويحطون صور ناس فقيره تبكي وما عندها وعشان يسترحمون يعني ووزاره الشؤون هذا كلهم. نعم. في فلك يسبحون. نعم. يدرون عنهم ويشوفونهم كذا. هذا بال 94 شو اسمه هذا، لان هم يبحثون عن كل ما يدر، عن كل ضرع يدر لهم دينارا. هم ما شبعوا يعني ما عندهم ما لا 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 لا, لا. فافشلت لهم مشروع، سووا اعلان نزلوه بالجريده ادفع دينارا سقيا الحجيج. انا رحت كتبت مقال وجهته للسفير السعودي بالكويت، قلت له انتم مقصرين بسقيا الحجيج؟ انا اللي اعرفه ان الملك فهد كان ايام الملك فهد الله يرحمه يوزعون ماي معدني مو يكفي شرب يكفي سبوح. اي صح. ف جزاه الله خير السفير السعودي انفعل، قال لا صحيح احنا الماي بالذات على سقيا الحجيج هاي السيارات نشوفها اي صح، الماي بالكراتين معدني يعني معدني حقيقي يعني مو معدني مرة ذول الكويت اللي يحطونه ماي يشرب وكذا. فبعث برسالة إلى هذه الجمعية اللي تبي تسوي سقي حجيج تبرع دينارا، شديدة اللهجة
انه السعوديه حكومه خادم الحرمين متكفله بالمايه. فلما افشلت مشروعهم استانس طبعا صرت انت العدو. ايوه استانس يوني، لان يوني طبعا مجلتهم عندنا كانت في نفس الجريده. انت سويت كذي؟ قلت له بسكم. قالوا هذا كان حي يصير رافد من روافد الماليه القويه كانت على الجمعيه وعلى افرع الجمعيه وعلى كذا. تخيلي يعني هذا انا افشلت لهم مورد. مورد واحد. شوفي عاد الباقي. موارد ايش كثرها. اغلاق جريده الوطن شنو اعنى لك؟ شنو يعني؟ لا انا يعني انا كاعلامي ما احب يعني افرح بافتتاح جريده جديده. افتح لان انا ما في ذا. افرح بافتتاح تلفزيون، افرح بكل شيء لا. واحزن اللي اغلاق اي مؤسسه اعلاميه، لانه هذا اغلاق لنافذه او اغلاق شباك بغض النظر تتفقين معها تتفقين معها، لانه اللي في الاخر اللي يحدد هو الناس اذا كانت هاي النافذه تبث هواء ربيعيا او تبث هواء فاسدا. فبالتالي لكن مجرد يعني اغلاق وسيله اعلاميه او افتتاحها هذه لا يمكن ان ترضي اي اعلامي يعني. نعم احزنك يعني شيء هذا؟ طبعا يعني وسيله اعلاميه تغلق كأن يعني نافذة أو باب أو لمبة ممكن طفت. أيوة طفت. وبالتالي بغض النظر إذا أنت مو عاجبك هاللمبة شب لمبة ثانية بصوب الثانية عشان أقوى منها تغطي على ضوها يعني. إنما أنك أنت يعني إغلاقها ما يبشر بتوجه إعلامي اللي احنا نريد من الجميع ان يكون لهم الحق في اصدار جرائد. وانا كنت من اوائل اللي هم طالبوا ايام الخمس صحف انه افتحوا الامتيازات. نعم. للجميع يعني سواء كان اللي يبي يفتح. نعم. اللي يبي يفتح. نعم. حريه. قرينا ان الوليد بن طلال راح يتبرع بثروته لعمل الخير يعني اعمال الخيريه. كان لك تعليق على هذا الشيء؟ الامريكان الان يبون او تحديدا صحيفه نيويورك تايمز تلوح وتلمح انه ممكن تفتح ملف بدعم جماعه الاخوان المسلمين، هو متبنيهم. وانه جماعه الاخوان هي الدوده الام التي فرخت كل التنظيمات الجهادية الأخرى اللي طلعت بما فيهم جماعة 9/11 اللي هم ضربوا نيويورك. وراح توعز لضحايا أهالي الضحايا رفع تعويضات قدرتها ب$5 مليار. يعني الأمير لجأ للسلوك القانوني، القانون في أمريكا لا يحجر على أموال الصناديق الخيرية. سوى اعلن عن التبرع هذا انه في صندوق خيري باسم بنته بس هو يشرف عليه، انما المهم يريد ان يحمي المال من ان يطول القانون الامريكي. يعني هو يعني مجرد حمايه لاموال الاموال يعني. نعم. انما يعني اللي بيتبرع يتبرع بسكات يعني لا تعلم يمينه ما قدمت شماله او ما إيه تعلم شماله ما قدمت يمينه يعني. ما جاوبتني على سؤال التحالفات، ممكن نتحالف وننقذ روحنا كدولة الكويت؟ والله حتى التحالف بعيدا عن ثمن يعني اللي بيتحالف معك اذا انت انا شايفك انك ضعيفه جدا وجيتيني انا القوي انا حفر الشروط يمكن حتشوفينها العن من اللي راح يجيك من اللي انت هربانه منه. نعم نعم. وبالتالي ليش الآية العظيمة تقول واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ورباط الخيل؟ القوة أن تصنع قوتك الذاتية، أن تجعل الآخرين يحسبوا لك ألف حساب. نحن في زمن قوة وليس في زمن الضعفاء لا قيمة لهم على الإطلاق ويصبحون مجرد رقم جثث، يحسبوننا كجثث أكثر من يحسبوننا كأحياء بشر. الجيل الطالع هل تنظر لهم بعين الرأفة؟ الجيل؟ جيلنا، جيل الشباب، هل تنظر لهم في هل الأحداث تنظر لهم؟ ولا فيهم الخير أيضا ممكن ننقل؟ والله إذا شوفي يعني جيل تائه
واللي توه التعليم. يعني على هالعجالة، أنا مرة رحت مع وزير التعليم، وزير التربية كان رشيد الحمد، رحت مع الأردن. فقلت له شنو أسباب زيارتنا الأردن رسمية؟ قال نبي نشوف مناهج التعليم. قلت له الأردن يعني ممكن يدرب ضباط شرطة، ضباط جيش، مخابرات، عسكر، لكن مناهج تعليم نقول حق الطيار، واحنا بالجو قاعد نسولف، قلت له قول حق الطيار يتجه فينا على النمسا، على الدنمارك، على النرويج، خلينا ناخذ منهم التعليم، خلينا ناخذ هناك العلم. اي صح، الاردن شو موديهم الاردن؟ شو الاردن يعني مع احترامي لهم يعني، بس اي يعني ما خال هم مبدعين في زي ما قلت لك مجالات، كلية شرطة، طيران، طيارين، ضباط، تدريب، استخبارات، هم ملوك فيها. اوكي. لكن تعليم ومناهج ايش كان ردد؟ ليش؟ ضحك، قال لي شلون؟ قلت له نمسا كابتن، روح النمسا غير وخليه غير ديستنيشن، الفاينل ديستنيشن خليها هلسنكي، هذا شو يسمونه هذا كوبنهاجن، هناك التعليم، هناك يشوفهم شووا شلي نهض ببلدهم. فوعدني انه ان شاء الله زياره قادمه حتكون لدول شمال اوروبا. وطبعا الوزاره تغيرت وغادر رشيد الحمد الوزاره، اكيد قال لهم الفكره عشان يشيلونه. اصبح سفير الكويت في القاهره، ومرت سنوات وتقاعد وماتت الفكره وهي في الجو، ولم تصل الى الارض حتى الفكره للاسف الشديد. فبالتالي يعني انا اتمنى انه يكون ثوره مناهج. يعني كينيدي والشعب الامريكي اصيبوا بصدمه عندما نجح السوفييت باطلاق رائد فضاء سوفيتي سبقهم يوري جاجارين، ففوجئوا. وكينيدي طلع في خطاب قال تعليمنا خرطي، قالها بالامريكي طبعا. يجب ان ننسف مناهجنا، ونسفت المناهج في عهد كينيدي. تخيلي الامريكان بهذا الباب القاره اعادوا مناهج التعليم الى ان تفوقوا ووصلوا الى القمر قبل السوفييت. احنا طالما ماشيين وراء المخابيل اللي بيمزوزون على الذبح، البلد هاي رايحه في 60 داهية، يجب ان نبدا من التعليم. احنا جيل انتهى، طب على الاقل هالجيل هذا خلينا ننظف مخوخهم، نحصن ادمغتهم من هؤلاء الشياطين. شبعت من الدنيا استاذ فؤاد؟ والله الدنيا ما يشبع منها، فيها ملذات كثيره يعني، لكن المهم أن نستفيد من كل يوم بمر فيها، نستفيد من كل لحظة فيها. وسط كل هذا الخوف والرعب وما يحيط بنا من مشاكل، لتصبح الساعة اللي تمر بسعادة تصبح منحة من السماء ومنحة من الباري عز وجل، يجب أن نشكره عليها. يعني تقلصت أحلامنا إلى درجة أنه أصبحنا أتمنى أن نعيش يوما هادئا فقط بدون أن يعكره أي اي شيء مزعج. قبل لا ننهي اللقاء، نبي توقعاتك للاحداث القادمه في الكويت وفي خلينا نقول الامارات، في البحرين على عجاله، يعني شو تتوقع للكويت في الايام الاشهر القادمه في سنه 2015 من لنهايه السنه؟ والله شوفي انا يعني توقعات تشاؤميه طبعا. مصر والسعوديه مقبله على احداث اجسام اكبر مما هي الان عليه، يليها الكويت والبحرين، لن تكون في مأمن. نتمنى أن يخيب الله أفكارنا قطر، الإمارات، يعني أكيد ما بعد مصر والسعودية والكويت والبحرين، أكيد عمان الآن يعني ليست بعيدة، يمكن يتركونها مخلينها للآخر، لكن وطبعا حيستخدمون الفسيفساء، الأباضية، اليزيدية، الدينية، خليط النسيج، مع أن سلطان قابوس ميمعهم يعني لكن وماذا عن مرحلة ما بعد السلطان قابوس أطال الله في عمره، وماذا بعد مرحلة حكامنا في الخليج أطال الله أعمارهم، ما هي ما بعدهم؟ مستقبل مظلم؟ أكيد يعني إحنا يعني هذا رمضان فات على خير،
رمضان القادم هل سيمر علينا ونحن بهذا الهدوء وأمامنا نتحدث في تلفزيون بدون ما يكون في سيارات دفع رباعي برا من الذين يطمحون يسعون إليها هؤلاء المخابين؟ عندما يتحدثون عن ربيع عربي يريدون في الكويت، هل يريدون مشاهدة سيارات دفع رباعي وعليها مدافع رشاشة؟ هذا هو ربيع عربي. ربيع عربي في رقصات فولكلورية في الشارع ولا في أفراح وزينة؟ ربيع عربي قاعد نشوفه سيارة دفع رباعي عليها رشاشة. دمار عربي مو ربيع عربي. يعني وسط كل هالكم من الحديث المؤلم الصريح، عندنا أمل في دعائك اللي دعيته في العمرة، عندنا أمل في إنقاذ رب العالمين ينقذ، إن الله سبحانه وتعالى نوحد الدعاء للناس المخلصة المؤمنة بإيمان شديد بأن الله قادر على أن يحفظنا ويحفظ المنطقة هذه ويقضي على الظلمة الفجرة الفسقة اللي يخربون الدين باسم الدين. هؤلاء مع دعاء متحد الله سبحانه وتعالى يفرجها بإذن الله إن شاء الله بطريقة أو بأخرى بقدرة رب العالمين. شنو اللي ما قلت أستاذ لأن وقتنا خلص؟ خلاص، بس إحنا والله قلنا ما خلينا شيء ما قلناه. نشكرك على هذا اللقاء الجميل اللي أعادنا إلى يعني أعطانا فرصة أن نقول للناس ما يمكن أن بعيدا عن أو أكثر عن 140 حرف اللي هو تويتر اللي ممكن يقوله فيه. نعم نعم. وإن شاء الله آخر تغريدة كانت شنو لك؟ آخر تغريدة في تويتر، آخر تغريدة عن داعية سعودي يقول إن الكرة الأرضية ما بتلفش. تو مكتشف الكرة الأرضية ما بتلفش. فذكرني مسرحية فؤاد المهندس اسمه السكرتير الفني لما يقول له إزاي ما بتلفش؟ أمال يجي النهار والليل يجوا إزاي؟ إي والله صح. يعني فهو يقول إن الكرة الأرضية ثابتة. إي. وبالمسرحية يقول له هذا الجاهل، يقول له يعني أنا دكانتي في رود الفرج الصبح أدور عليها العصر عليها في الزمالك. فتخيلي داعية ملتحي إلى الآن إلى هاللحظة وأمس يقول كرة أرضية ما بتلفش. واقفة شذي. هذا اللي هو توصل له. الخطورة إنه في ناس تصدق، في ناس تصدق وفي ناس الغالبية ما تصدق. بس اللي ما تصدق حتبتدي تشك في القرآن، وهذه الخطورة أخطر من اللي يقوله، إنه يخلي الواحد هذول اللي هم ما يصدقون يقول له أنت منين استغيت علومك هذه؟ سبحان الله. المؤمن والله ما تهز هالأحاديث ولا هالخزعبلات، مؤمن في الله ومؤمن في قرآنه. أنا أشكرك وايد الأستاذ الكبير الإعلامي الكاتب فؤاد الهاشم، وأنا معجبة في كشختك وبصراحة دائما تينا كاشخ. الله يسلمك. وحذائك جميل وانيق. الله يخليك. وانا بعد معجب قعدتكم، كني قاعد بهذا مسلسل بدوي سوري. ايوه قاصر يدخل علينا الشيخ يقول نزوم نبلغ الشيخ. هو احنا سوينا ديكور رمضاني، يلا عاد كل واحد يترجم، اللي يقول اندلسي اللي يقول بدوي اللي يقول لا بدوي مسلسل سوري. اي اي والحلقه السابعه كان بعد هذه حلقه، لا هذه حلقه عاد 21. اشكرك وايد. يا اهلا بك. ويا رب يكون في أمل وبارقة خير وإشعاع من الله سبحانه وتعالى إن شاء الله. شكرا. تحياتي جدا لكم. بس خلنا أخذ هالسلفي، يعني ما يصير صج اليوم إحنا وياك بس، فشايك نودعكم على أمل اللقاء باكر ونتفائل بالخير. أنا أقول في خير جاينا من الله سبحانه وتعالى يفرجها ربنا. صور الصورة مع بعض. يلا صور سلفي. نلقاكم باكر إن شاء الله. هذه عصا مالت هواش. أي.